اوكي ان شاء الله. فكمل هذا المثال، فاذا نقابل مع الجنرال فورم، هذا يمثل لي البي اوف اكس ناقص 2 اكس على 1 زائد اكس تربيع، وهذا يمثل لي الكي اوف اكس اللي هو 1. نحسب الفاي اوف اكس هو انتجريشن اي تو باور اكسبوننشال اي تو باور بي اوف اكس في الدي اكس. فالإكسبوننشال إي تو باور بي أوف إكس بي أوف إكس هي 2 ناقص 2 إكس على 1 إكس تربيع، فالفاي أوف إكس يساوي لنا إي تو باور ناقص لن 1 زائد إكس تربيع، وبالتالي يساوي لن 1 زائد إكس تربيع ناقص 1 حسب قوانين اللن، فيصير 1 زائد إكس تربيع ناقص 1 لأن الإكسبوننشال يأكل اللن، وبالتالي يصير 1 على 1 زائد إكس تربيع. هذا يمثل لي الفاي أوف إكس. هذا الفاي أوف إكس الآن الإنتجريتنج فاكتور مضربه قيمة بالواي مضربه في الكي أوف إكس. بس عندي واي في 1 على 1 زائد اكس تربيع تكامل 1 على اكس تربيع 1 زائد اكس تربيع دي اكس زائد سي. اوكي، طبعا تكامل 1 على 1 زائد اكس تربيع هو عباره عن تانجنت انفرس اكس، وانا عندي واي على 1 على 1 زائد اكس تربيع تانجنت زائد سي. الان بنعوض الباوندري كونديشن، عندما اكس على 0 واي يساوي 1، نعوض بدل كل واي 1 بدل 0 بس عندي سي يساوي 1، فهذا هو البارتيكولر سوليوشن. هذه بقيه الامثله الخاصه بال linear differential equation. Find the solution of differential equation x y prime زائد y زائد 4 يساوي 0. General form هو dy over dx زائد p of x dy يساوي q of x. x dy over dx زائد y زائد 4 يساوي 0. احنا قلنا يجب ان يكون معامل dy over dx على 1، فلازم نقسم على x. فبالتالي صار dy over dx زائد 1 over x y يساوي لنا ناقص 4 على x. انتبه لو قارنا ويا general form هذا يمثل لي الـ P of X، لأن قلنا P of X هو معامل Y عندما يكون معامل dy over dx على 1، وهذا يمثل لي المقياس حد المطلق. إذا الـ P of X على 1 على X، والـ Q of X هو ناقص 4 على X. نحسب integrating factor phi of X على exponential P of X dx، فيصير integration 1 over x dx، e ln x والln يأخذ الـ e، بالتالي يساوي الـ x. هذا integrating factor، نضربه بالـ y ونضربه بالـ Q of X. نضربه بالـ y في الـ x ونضربه في الـ Q of X، فيصير عندي تكامل ناقص 4 دي اكس، فتكامل ناقص 4 دي اكس هو ناقص 4 اكس زائد سي، فالجنرال سوليوشن هو ناقص 4 زائد سي هو اكس. وبقية الأمثلة إن شاء الله كلها مواضيع بسيطة إن شاء الله. ناخذ هذا مثال آخر، واي برايم زائد واي يساوي دي اكس أوفر واي. طبعا هذا انتبه هنا لملاحظة ما فايند سوليوشن هنا، بما أنه عندنا الواي في الواي برايم فهذا نون لينير ديفرنشال إيكويجن، فبالتالي لازم نحولها الى لينير اذا نريد نحل هذه المعادله التفاعليه. فاحنا نقول واي برايم زائد واي يساوي اكس، ونضرب في الواي، بس عندي واي برايم في الواي زائد واي تربيع يساوي اكس، ناخذ نفرض زت يساوي واي تربيع. هنحول الفاريبلز بدلاله الزت، نحول المعادله التفاعليه من دلاله الواي والاكس الى معادله دلاله الزت والاكس، وبالتالي راح تتحول الى لينير. شوف فرضنا انه الزيت يساوي نوع تابع الزيت، عباره عن فانكشن ايضا ليس كونستانت، عباره عن متغير داله عبرنا عنها بزيت. زيت يساوي نوع تابع، فدي زيت على دي اكس هو 2 واي في دي واي اوفر دي اكس، يساوي 2 واي واي برايم. فبالتالي واي واي برايم شو يساوي؟ زيت برايم على 2. اذا نعوض بدل واي واي برايم زيت برايم على 2 بالمعادله التفاضليه، حيصير عندي زيت برايم على 2 بدل واي برايم واي، زيت برايم زائد بدل واي تربيع نعبر عنها بزد، فرضنا زد يساوي واي تربيع يساوي لنا اكس. فبالتالي حصل المعادلة زد برايم زائد 2 زد يساوي 2 اكس، هذه عبارة عن لينير زد، لينير عبارة عن دي زد على دي اكس زائد 2 زد يساوي 2 اكس. فهذا اذا نقارنه بالجنرال فورم، شوف الدي زد عندي اسمه معاملة واحد، فبي اوف اكس يساوي 2، بي اوف اكس هي 2 اكس، يعني هذا عبارة عن معادلة بدل ما نقول دي واي اوفر دي اكس على دي زد اوفر دي اكس. إذا P of X على 2 و Q of X على 2، نحسب integrating factor من Phi of X على e to power P of X dx على e to power 2x. نضرب ال integrating factor بالزد ونضربه بال Q of X، فيصير عندي e to power 2z e to power 2x بالزد، سوينا 2 integration e to power 2x في x في dx على c. طبعا هذا كيف نجي عملية ال integration by parts. إذا عندي تكامل x في e to power 2x dx integration by parts. نفرض الأول U اللي هو X، ونفرض DV هو E to power 2X، ونتذكر integration by parts هو UV ناقص تكامل V في DU، UV ناقص تكامل V في DU، فالU راح أفرضها X، وبالتالي DU يساوي DX، والDV هو المتبقي E to power 2X، وبالتالي نحسب الV
تكامل e to power 2x هو عبارة عن 1 over 2 e to power 2x. اوكي نطبق قانون u v ناقص تكامل v في du. u v ناقص تكامل v في du. v في du. فu v هو عبارة عن x على 2 في e to power 2x ناقص تكامل v في du. ال v في du يعني نصف تكامل e to power 2x في dx. تكامل e to power 2x هو نفس هو عبارة عن نصف e to power 2x وعندي نصف يصير ربع e to power 2x. إذن قيمة هذا التكامل على e to power 2x بزد سوى 2 تقامل قيمة هذا التكامل بالانتجريشن باي بارتس x e to power 2x على 2 ناقص ربع e to power 2x على 4 زائد c. نرجع الزد إلى المتغير الرئيسي الواي سكوير فيصير عندي واي سكوير x ناقص نص 5 على c e to power 2x. هذا هو الطرق الخاصة بحل المعادلات التفاعلية من الرتبة الأولى. أخذنا أربع طرق، الطريقة الأولى السبربم فصل المتغيرات، الطريقة الثانية اللي هي الهوموجينيوس اللي عبارة عن جزء من الطريقة الأولى لكن لم نستطع فصل المتغيرات، نستطع أن نفصلها من خلال فرض متغير معين. والطريقة الثالثة طريقة الإكزاكت ديفرنشال إيكويشن، والطريقة الرابعة هي عبارة عن لينير ديفرنشال إيكويشن. كملنا الآن الطرق الخاصة بحل المعادلات التفاضلية من الرتبة الأولى. هاي عبارة عن ماثماتيك جنرال نوتس، يعني إذا تحتاج تسوي ريفرش معلوماتكم. تكامل الساين هو ناقص الكوساين، تكامل الكوساين هو الساين، تكامل السيكان تبع تانجنت إكس، تكامل السيكان تانجنت إكس 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 إلى آخره. عبارة عن ريفرش لمعلوماتكم، قد نحتاج هذه بعض التكاملات. الآن انتهينا من حل المعادلات التفاضلية من الرتبة الأولى. إحنا ما يهمنا حل المعادلة بقدر ما يهمنا التطبيقات الخاصة المتعلقة بالموضوع هذا. Application of First Order Differential Equation اللي راح نكملها إن شاء الله بالمحاضرة القادمة. شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والآن سوف يعطيكم أيضا الهومورك بالإضافة للهومورك السابق، يقدم إن شاء الله على الأسبوع القادم الديدلاين الخاص به إن شاء الله. شكرا جزيلا، السلام عليكم.